السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الدارسون، أيتها الدارسات، أهلا وسهلا بكم في اللقاء السادس الذي يتحدث حول الجملة الإسمية الخبر، الركن الثاني من أركان الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تقوم على ركنين أساسيين هما المبتدأ، فتحدثنا عن المبتدأ في اللقاء السابق، عرفنا المبتدأ، عرفنا أن المبتدأ نوعان من حيث علاقته بالخبر، مبتدأ يحتاج إلى خبره، ومبتدأ لا يحتاج إلى الخبر بل يكتفي مرفوعه. ثم تحدثنا بعد ذلك عن صور المبتدأ، وتحدثنا بعد ذلك عن أهم مسوغات الابتداء بالنكرة. في هذا اللقاء سنتعرف على الخبر وما أدراك ما الخبر. أولا نأخذ الأهداف. أتوقع أن تكون قادرا أيها الدارس على أن تعرف الخبر، تسرد أنواع الخبر، تشرح روابط الجملة الخبرية، تذكر أحكام تقدم الخبر على المبتدأ وتقدمه على الخبر، أن تعرب الجملة الإسلامية، أن تستخرج المبتدأ والخبر من القطعة المكتوبة الكلامية، أن تميز بين نوع كل منهما، أي المبتدأ والخبر. تعريف الخبر، ما هو الخبر لغة؟ ما هو الخبر اصطلاحا؟ مثل ما عرفنا المبتدأ لغة واصطلاحا، نعرف الخبر أيضا لغة واصطلاحا. الخبر بالتحريك، خبر بالتحريك واحد الأخبار، والخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، لو بحثت في المعاجم ستجد هذا الكلام. اصطلاحا هو الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، هو الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. لم نقل الاسم المرفوع لأنه لا يكون دائما اسم مرفوعا. ابن مالك رحمه الله قال في منظومته: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. إذن كل جزء يأتي مع المبتدأ، تتم به مع المبتدأ الفائدة، فهو الخبر. فهو ماذا؟ الخبر. إذن يكون هذا الخبر موجدا للفائدة مع المبتدأ، مثل الله، لو سكت الله ماذا؟ الله لطيف بعباده. الإسلام دين العدل، الجامعة منهجها واضح. طبعا لا يدخل الفاعل في هذا التعريف، لأن الفاعل وإن كان يوجد فائدة تامة وهو اسم مرفوع، لكن يأتي بعد فعل. تقول حضر الطالب، إذا مسبوق بفعل، إذا هذه قبل فعلية فاعل وليس مبتدأ وليس خبرا. أنواع الخبر، كم للخبر أنواع؟ ثلاثة أنواع، ركز معي جيدا، وفي تفصيلات هناك لكن الأمر سيكون واضحا. وخذ وركز على النماذج الإعرابية. الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، مفرد لا يعني معناه أن المثنى نقول خبر مثنى، ولا يعني أن الخبر إذا جاء جمعا نقول جمع، مثلا نقول الطلاب مجتهدون خبر جمع، لا، دعك من هذا المصطلح تماما. مقصود به أنه لفظة واحدة وإن كان معناها مفردا أو مثنى أو جمعا. الله غفور، الطالبان مجتهدا خبر مفرد أيضا لأنه مكون من لفظة واحدة. المهندسون متقنون خبر لأنه مكون من لفظة واحدة، متقنون خبر. فلو أعربت جملة من الجمل السابقة، جملة واحدة تكفيك، وحفظت هذا الإعراب، فادك هذا الإعراب فائدة تستعين بها مستقبلا في إعراب كل جملة مهما اختلفت الألفاظ. أخذنا مثالا من الأمثلة: الله غفور، لفظ الجلالة المعظم، مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. غفور خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهكذا في قس. اثنين، الخبر الجملة وهو قسمان: جملة اسمية وجملة فعلية. ركز معي جيدا، قد تجد صعوبة نوعا ما، لكنه بفراستك واجتهادك ومثابرتك وحبك للمادة لن يكون ذلك صعبا عليك في المستقبل إن شاء الله. ركز معي جيدا، الخبر الجملة الإسمية هو مثل قوله: يأتي خبر جملة إسمية، يعني معك مبتدأ وبعده جملة إسمية، هذا يسمى يعني جملة إسمية مكونة طويلة، يعني مثل الله نعمه كثيرة. ركز، الله مبتدأ، لفظ الجلالة المعظم مبتدأ، طيب نعمه، لو قلت نعمه خبر ما تمت الفائدة، أليس كذلك؟ لم تتم الفائدة بكلمة نعم، الله نعمه ما تمت الفائدة، الله نعمه ما تمت الفائدة. طيب معرب مرفوع، لماذا مرفوع؟ إذن مبتدأ ثاني. ولاحظ أن المبتدأ الثاني هنا أضيف إلى ضمير، الله نعمه كثيرة. طيب
هل كثيرة خبر مبتدأ الله؟ ما يصح لو قلت الله كثيرة، يعني لم تتم الفائدة وليس للجملة معنى. الله نعمه كثيرة، إذن بوجود جملة نعمه كثيرة جملة اسمية في محل رفع خبر مبتدأ. ولو حفظت هذا الإعراب الذي أنا سردته لك في هذا اللقاء لطبقته على كثير من الأمثلة والنماذج. مثلا تقول الطالب خلقه عالم فاضلة، المدرس شرحه واضح، المهندس عمله متقن، كله خبر جملة اسمية. لاحظ لفظ الجلالة المعظم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه يتبع. كثيرة خبر مبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره جملة اسمية في محل رفع خبر مبتدأ. الرابط لابد الخبر الجملة يكون له رابط، جملة اسمية وجملة فعلية، وسنتحدث عن الرابط إن شاء الله في هذا اللقاء. والرابط بينهما هو الضمير في كلمة نعم. هذا الضمير لابد أن يكون متطابقا مع المبتدأ إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا. لو قلت مثلا الطالبة ستقول خلقها وسلوكها مؤدب، لاحظ سلوكها خلقها طبق. الطالبتان خلقهما مؤدب، الطالبات سلوكهن مهذب، لاحظ إذا لابد أن يكون. نأتي إلى الخبر جملة فعلية، هذا سهل، كل مبتدأ جاء بعده فعل خبر جملة فعلية، ولا بد أن يكون الفعل إما أن يكون فعلا ماضيا أو يكون فعلا مضارعا. أما فعل الأمر ففي هذا الموضع كلام كثير، يعني كلام كثير لا داعي للوقوف عليه الآن في ظل هذا اللقاء الذي هو قصير الوقت، لكنك يمكنك أن تقرأه في مواضيع أخرى أو في المراجع المطولة المساعدة. حيثما جاء بعد المبتدأ فعل فحكم على أن الخبر جملة فعلية، مثل الأمثلة كثيرة: المعلمان شرحا الدرس، الطالب فهم الدرس، الطالب الدارس حفظ القرآن، الدارسة حفظت القرآن، كله خبر جملة فعلية. نأخذ هذا المثال هو موجود أمامك، يعني واضح في إعرابه، يمكنك أن ترجع إليه وتقرأه. ننتقل بعد ذلك الخبر شبه جملة. الخبر شبه الجملة، شبه الجملة نوعان. لماذا سموه شبه جملة أيها الدارس؟ لماذا سمي شبه جملة؟ يعني لا إن ليس جملة فعلية ولا جملة اسمية، شبه شبه جملة، لأن هذا الشبه مرتبط بتقدير، فإن قدرته مرتبطا بفعل فهو جملة فعلية، وإن قدرته مرتبطا باسم فهو اسم مفرد يعني. فإذا قالوا عنه شبه جملة، شبه الجملة نوعان: إما أن يكون ظرفا، وهذا الظرف يكون دائما مفعولا فيه منصوب متعلق بمحذوف استقر أو وجد أو مستقر أو موجود. يجب أن تفهم هذا الإعراب جيدا. بعض المدرسين اليوم في المدارس والجامعات يقولون وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، وهذه مغالطة وتحريف للمعنى. الركب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أسفل مفعول فيه التقدير استقر، موجود الأسم مفعول فيه أسفل منكم جروي طبعا، والظرف هذا متعلق محذوف هو الخبر محذوف وجوبا، الركب استقر أسفل منكم. مثل قوله تبارك وتعالى الحمد، لفظ الحمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لله اللام حرف جر، لفظ الجلالة المعظم مجرور باللام علامة جره كسرة الظاهرة على آخره. شبه الجملة متعلق محذوف أي الحمد استقر لله، الحمد موجود لله، الحمد مستحق لله، يعني هكذا تقرر. ولذلك قال ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر أو استقر. ننتقل التدريب، اقرأ التدريب جيدا وأجب عنه. ننتقل إلى روابط الجملة الخبرية. قلنا كل جملة خبرية لابد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، هي جملة طيب ما علاقتها بالمبتدأ؟ لابد بالرابط. أشهر الرابط الضمير الذي هو أكثر تداولا واستخداما، أشهرها زيد قام أبوه، جملة قام أبوه جملة فعلية الرابط الضمير.
طيب عندك بعد ذلك الطالب أخلاقه فاضلة. الرابط لاحظ أني لونت لك الر، لا الإعراب واحد كما سبق أن ذكرت لك. الرابط الضمير هذا هو أكثر استخداما واستعمالا وورودا في الجمل المستخدمة عندما يكون الخبر جملة فعلية. ننتقل إلى اسم الإشارة وهو قليل، كما في قوله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير إشارة إلى اللباس، فذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاء، اللام حرف دال على البعد، الكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، خير خبر مبتدأ مرفوع علامة في الضمة الظاهرة على آخره. هذا الإعراب على قراءة من قرأ برفع كلمة الباس في قراءة لباسة، وبالتالي لا يكون لنا فيها شاهد. وأمثلة ذلك كثيرة من درس ذلك بخصوصا الدارسون أولئك مبتهدون إلى غير ذلك، والإعراب واحد. من روابط الجملة الخبرية أيضا تكرار المبتدأ بلفظه، يعني إذا تكرر المبتدأ بلفظه يعني يكون رابط في الجملة الخبرية رابط المبتدأ، مثل قوله الحاقة ما الحاقة إلى جانب التفخيم والتعظيم، القارعة ما القارعة. لاحظ، فلاحظ القارعة تكررت في الجملة الاسمية الثانية وهي كانت في المبتدأ، تكرار المبتدأ بلفظ. الإعراب سهل جدا، القارعة مبتدأ أو الحاقة مبتدأ مرفوع وعلامة في الضمة الظاهرة على آخره، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثاني، القارعة خبر المبتدأ الثاني الذي هو ما مرفوع علامة في الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية في محل، لأن الخبر دائما مرفوع والمبتدأ دائما مرفوع، في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الرابط هو تكرار المبتدأ في الخبر، لفظ المبتدأ في الخبر. تابع أيضا العموم، لفظ العموم كلمة العموم مثل نعم الرجل زيد، زيد نعم الرجل. طيب زيد مبتدأ، نعم فعل ماض جاء به إلى المدح جامد، الرجل فاعل. طيب الجملة الفعلية هذه لا يوجد فيها ضمير ولا يوجد فيها تكرار الخبر ولا يوجد فيها اسم إشارة، ما الرابط؟ قال لك الرابط العموم. كيف العموم؟ وضح لي العموم. أليس كلمة الرجل تشمل عموم الرجال وزيد بجملتها؟ إذا هو هذا الرابط. وتقول فاطمة نعم الفتاة، ويصح أن تقول نعمة الفتاة، يقول التذكير والتأنيث، تمام. إذا الفتاة شامل، لفظ شامل لفاطمة وغيرها، إذا هو العموم. التدريب، انتبه للتدريب، اقرأه جيدا، نكرر لك التدريبات من أجل أن تثبت المعلومات. تابع أيضا الجملة الإسمية أحكام الخبر مع المبتدأ تقدما وتأخرا وتعددا، وهذه النقطة عليك أن تركز عليها جيدا جيدا. طبعا جواز التقديم، يعني الأصل أنه يجوز التقديم والتأخير طالما والأمر لا يوجد فيه لبس، لكن الخبر دائما يأتي بعد المبتدأ، لكن يجوز تقديمه. ولذلك قال ابن مالك في البيت الذي تراه مسجل عندك في الشاشة والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، يعني يجوز التقديم إذا لم يكن هناك ضرر في المعنى. تقول زيد قائم، قائم زيد، قائم زيد، عندك عمرو، عمرو عندك، زيد في الدار، في الدار زيد، الطالب في القاعة، في القاعة الطالب، يجوز يجوز، لا حرج في ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى الحكم الثاني أو الحالة الثانية، ثانيا حالات وجوب تأخير الخبر. وجوب يعني يجب، هذه قوانين سنتها العرب النحاة، استقرأوا تتبعوا جيدا وسطروا القواعد. نحن نتعلم القواعد من أجل أن نضبط ألسنتنا وكتابتنا، أما الأوائل رحمهم الله فكانوا ليسوا بحاجة إلى دراسة هذه القواعد، وأنت تعرفها جيدا. فإذا أولا أن يكون كل منهما معرفة أو نكرة، إذا كان كل منهما معرفة ونكرة وجب التزام الترتيب. ما معنى وجب التزام؟ يعني يتأخر الخبر واجب، ومعنى إذا وجب تأخر الخبر وجب تقدم المبتدأ. مثل تقول أخوك زيد، طيب أخوك مبتدأ معرفة مضاف إلى الكاف، زيد خبر معرفة، لو قدمت سيعرف زيد مبتدأ نفس الكلام، وأخوك خبر، لأنه متساويان. ومثل ذلك عندما تقرأ المثال الثاني أكبر منك سنن، يعني فلان طالب أكبر منك سنا لك المقدم، لأنه نكرة. قال إذا وجد تقرين أو دليل على أنه بحيث لا يوجد لبس جاز تقدم الخبر، مثل قولهم أبو حنيفة أبو يوسف، هنا أبو حنيفة تقدم وهو خبر. الأصل أن تشبيه أبو يوسف وهو تلميذ من تلامذة أبي حنيفة على المذهب الحنفي،
فلو قدمت أبو حنيفة قدمتك لفظة أبو حنيفة لم يكن المعنى في ذلك ضير فاسد، لأنك تقصد بذلك تشبيه أبو يوسف، فإذا أبو يوسف أبو حنيفة أي يشبه أبو يوسف، لو قدمت أخرت من ذلك قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، أصله بنو أبنائنا بنونا، لكن قدمت أخرت المعنى لم يتغير. ننتقل حالة وجوب تأخير الخبر. الحالة الثانية أن يكون الخبر جملة فعلية وجب. إذا كان الخبر فعلا فوجب تأخيره لأن تكون الجملة اسمية، فلو قدمت الفعل تحولت الجملة فعلية، أليس هذا واضحا؟ بلى. النقطة الثالثة أن يكون الخبر محصورا بإنما أو إلا، يكون الخبر محصور بإنما أو إلا أو إلا. إنما أنت نذير، حصرت كلمة نذير على المخاطب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، خاطبه الله عز وجل، حصرته على محمد. أنت نذير يعني يا محمد ما عندك أي وظيفة أخرى، لا أنت شاعر ولا أنت كاهن، ولا النذارة للناس والنذر للناس والإنذار للناس هي وظيفتك الخاصة. ومثل قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول، الرسالة محصورة تعرف محمد مبتدأ ورسول خبر الإعراب كما سبق معنا، لا إشكال في ذلك. لكن تقول لي لو قدمت قلت ما رسول إلا محمد، في مشكلة؟ لا، محمد المبتدأ مؤخر، رسول خبر مقدم وجوبا، لكن لا يجوز. تقول لي كيف لا يجوز؟ لو قلت ما رسول إلا محمد يعني كأنك أنكرت الرسل جميعا قبله، ولا يوجد في الكون كله أرسله الله عز وجل إلا محمد. لكن لاحظ وما محمد إلا رسول، ليس لمحمد أي وظيفة إلا الرسالة فحصرتها عليها، واضح. طيب ثالثا حالات وجوب تأخير الخبر. الرابعة، المسألة الرابعة، أن يكون خبرا لمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء، لزيد قائم واجب، لأن لام الابتداء عليها لها صدر الصدارة في الكلام. لزيد، زيد مبتدأ واجب، وقائم خبر واجب تأخيره، ذاك واجب تقدمه، ولا يجوز أيضا لأن لام تبدأ وتقول لذلك لزيد لمحمد لله لعمرك إلى آخره. الخامسة أن يكون الخبر من المبتدأ من ألفاظ الصدارة، المبتدأ أن يكون المبتدأ من ألفاظ الصدارة، وجب إذن تأخر الخبر طالما مبتدأ من ألفاظ الصدارة، تمام. فتقول مثلا من جاء، من اسم استفهام مبني على السكون في محرف المبتدأ وجوبا، جاء فعل ماض، أو تقول من الطارق، الطارق خبر، تمام، الطارق خبر. ما التعجبية، ما أحسن الفضيلة، وهكذا، أو كم الخبرية، كم كتاب عندي. وإذا وجب تقدم المبتدأ وتأخر الخبر. ننتقل إلى الأحوال التي يجب فيها تقديم الخبر عكس الحالة السابقة على المبتدأ. هناك أحوال عليك أن تتنبه لها وتذكرها. كون المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، من سوغات الابتداء من نكرة، في الدار يقولون لدينا مزيد، مزيد نكرة، لدينا خبر مقدم شبه جملة ظرف، وعلى أبصارهم وشاوة، على أبصارهم شبه جملة خبر مقدم وشاوة مبتدأ آخر، واجب التأخير، واجب تقدم الخبر وواجب تأخر المبتدأ. إذا كما قلت لكم سابقا، إذا قلنا إن المبتدأ واجب التقديم يعني يجب تأخير الخبر، إذا قلنا إن الخبر واجب التقديم يعني يجب على المبتدأ أن يكون المبتدأ مؤخرا، وهكذا. الثانية، إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر. لماذا؟ لأن الضمير ما ينبغي أن يعود على آخر متأخر، على متأخر لفظا رتبة، مثل قولهم في الدار صاحبها، ما يصح تقول صاحبها في الدار، تعكس الضمير يعود لها على صاحب الدار لفظا ورتبة، ما يصح، العرب لا تعمل هذا. في الدار صاحبه، إذا صاحبه مبتدأ مؤخر وجوبا، في الدار شبه جملة خبر مقدم، لأن فيها ضمير يعود على شيء في الخبر وهو الدار، صاحبها من هو؟ الهاء يعود إلى الدار. ومنه قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، الهاء يعود إلى القلوب. ومن ذلك قول الشاعر أهابك إجلالا، واحد خاطب زوجته، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، لا تستطيع أن تفعلي بشيء، لكن أنا أقدرك وأحترمك وأهابك لأني أحبك يعني، ولكن ملء عين حبيبها، الشاهد ملء عين حبيبها، أين المبتدأ؟ حبيبه، لأن فيه ضمير يعود على العين، وملء خبر مقدم، فواضح. ننتقل بعد ذلك إلى الثالثة، أن يكون الخبر له صدر الكلام، صدر الكلام. تقول لي طيب أنت قبل قليل قلت أن يكون المبتدأ، أيوة ذاك المبتدأ، خلاص إذا كان المبتدأ له صدر الكلام وجب تأخر الخبر. طيب إذا كان الخبر له صدر الكلام وجب تأخر المبتدأ، عكس.
طيب الأخبار دائما، انتبه وركز معي جيدا، التي يجب تقدمها تكون دالة إما على الزمان أو على المكان أو على الحال. راح تقول أين المكان، أين الطلاب، أين من علمته نصيرا من أمثلة ابن مالك من المنظومة، أين الطلاب، أين المفر، أو الزمن، متى نصر الله، متى الامتحان. إذا متى اسم استفهام أو أين اسم استفهام مبني على الفتح متعلق بمحذوف خبر مقدم، المفر مبتدأ مؤخر أو نصر مبتدأ مؤخر. الرابعة أن يكون المبتدأ محصورا، لاحظ عكس الحالة، تقول لي أيوة 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 قلت لك محصور على المبتدأ، مثل ما لنا اتباع إلا اتباع أحمد، الخبر لا نجيب قوله اتباع مبتدأ مؤخر، حصرنا فحصرنا المبتدأ على الخبر محصور مقصور عليه. إنما في الدار زيد يعني لا يوجد غيره، تمام. لكن لو قلت إنما زيد في الدار يعني كأن سائل ذلك أين زيد، تقول له إنما زيد في الدار، يختلف المعنى. إذا حصرت الخبر على المبتدأ، لكن هنا الآن حصرت المبتدأ على الخبر. إنما في الدار زيد سؤال، من في الدار؟ إنما في الدار زيد. ما شاعر إلا زيد، يعني ما في عندنا شعراء آخرين. إنما الشاعر زيد، لكن لو قلت إنما زيد شاعر يتحكى، يعني يكون واجب تقدم المبتدأ وأخر الخبر عكس الحالة السابقة. تعدد الخبر، طبعا العرب تعدد الخبر. ما معنى تعدد الخبر؟ يعني عندي خبر أول مثل ما مبتدأ أول مبتدأ ثاني، عندي خبر أول خبر ثاني خبر ثالث، تمام، أو أخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات الشعراء، أو كمثل قوله تبارك وتعالى وهو الغفور. هو مبتدأ، الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو خبر ثالث، من أسماء الخمسة مرفوع علامة في الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، ذو مضاف العرش مضاف إليه، المجيد خبر رابع، فعال خبر، هكذا تعرف هكذا، لأنه المبتدأ هو الغفور خبر، خلاص تمت الفائدة. مرة ثانية لا تأتي، لا انتبه أن يكون لك لبس تقول الغفور الودود صفة الغفور، لا، وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد وهو فعال. إذن هذه أخبار متعددة، مثل أن تقول مثلا الطالب كاتب شاعر مهندس سائق، كلها أخبار متعددة. لاحظ التدريب، تدريب أربعة، الأحكام حذف كل من المبتدأ والخبر، طبعا يا أولا الجواز يجوز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، إذا كان الأمر لا يوجد في الجملة لبس في حذف كل منهما جائز الحذف. تقول من عندك؟ تقول زيد، إذا حذفت الخبر عندك. تقول أين زيد؟ تقول في الدار، حذفت المبتدأ، وهكذا. ومثل قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه، أي فعمله لنفسه، حذف المبتدأ. ومن أساء فعليه، أي فإساءة، حذف المبتدأ. سورة أنزلناها، حذف المبتدأ، التقدير هذه سورة، وهكذا. جواز حذف الخبر مثل ما ذكرت لك سابقا، مثل قوله تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها، أي دائم، أكل مبتدأ ودائم خبر، طبعا يعود إلى الجنة، تمام، الجنة أكلها دائم، تمام، وظلها أي دائم. أو كقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، دل عليه شطر الجملة، فجاز حذف الخبر. ننتقل إلى حالة وجوب حذف الخبر، يحذف الخبر وجوبا بعد لولا ولوما الامتناعيتين، كتاب مبتدأ والخبر محذوف تقديره كائن أو موجود، ولولا فضل الله فضل مبتدأ والخبر محذوف وجوبا. أن يقع الخبر بعد المعطوف بواو تدل دلالة واضحة على أمرين، المعية والعطف، الطالب وكتابه، كل طالب وأستاذ، أي متلازما ومجتمعا، المهندس وصنع وهندسته، الصانع وصنعته، وهكذا. حالات ذكرت لكم حالتين، في هناك أحوال أخرى عزفت عنها ممكن تقرأونها في كتب مفصلة. حالات وجوب حذف المبتدأ، يجب حذف المبتدأ إذا كان خبره مصدر نائب عن فعله، صبر جميل، أي صبري صبر جميل، تمام، أمري، تقول سمع وطاعة، أي أمري سمع وطاعة. الثاني إذا كان المبتدأ في الأصل نعتا قطع عن المنعوت في التبعية، قطع يعني ما معنى قطع؟ يعني كوت جملة ثانية في معرفة ما تحل أو ذم أو ترحم. لاحظ الأمثلة عندك، خذ بيد زهير حقك أن تقول الكريم صفة نعت، لكن قطعته قلت الكريم، أي هو الكريم، دع مجالسة فلان اللئيم، أي هو اللئيم للذم، أحسن إلى فلان زيد مثلا أو صالح المسكين، أي هو المسكين الترحم. تدريب نشاط عندك، ركز على النشاط جيدا،
واجب عن هذا النشاط. الخلاصة: عرفنا الخبر، شرحنا أنواع الخبر، سردنا روابط الجملة الخبرية، تطرقنا إلى الأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ وأنه يجوز تقديم كل منهما، تناولنا أهم الأحوال التي يقف فيها تقدم المبتدأ، وتناولنا أيضا كذلك الأحوال التي يقف فيها تقدم الخبر، شرحنا الأحوال التي يجوز فيها حذف كل من المبتدأ والخبر أو التي يقف فيها حذف كل من المبتدأ والخبر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن قد استوعبنا هذا اللقاء استيعابا كاملا. بارك الله فيكم، وأرتقيكم في اللقاء القادم في اللقاء السابع مشيئة الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.